生活离不开折磨，我们离不开生活也难免犯错，爱过了错过了伤过了痛过了也会有失落，到最后你才知道怎么去解脱。谁没有梦想，谁都有目标，为了梦想为了目标好多人凑合干着，世界很大趁着年轻怎么也不能闲着，这里走走那里看看，生活才是彩色的。单身越来越多，不是想找寂寞，要不晚上酒吧街里生意怎么那么火，哥们儿今儿个跳舞，明天饭馆里坐坐，实在不行回家宅着聊天室里泡着着。哎，这就是生活，这就是生活，活着，活着。哎，这就是生活，就这么活着吧。我们离不开生活，也难免犯错。爱过了，错过了，伤过了，痛过了，也曾失落过。到最后，你还是会爱上这生活。嘿，这就是生活，就这么活着吧。我们离不开生活，也难免犯错。爱过了，错过了，伤过了，痛过了，也曾失落过。到最后，你还是会爱上这生活。يا بي، استعد عزيمتك ولا تستسلم للضياع، وإلا وإلا ماذا؟ لقد مضى أكثر من أسبوع، كيف لم تتصل بي دينج؟ لم تتصل، وقمت بمسح رقم هاتفها أيضا. ماذا تقول؟ كيف ستعرف إن اتصلت بك؟ سأعرف لأنني أحفظه في ذاكرتي. نان، ألم تقل لي إن لديك 3 أبناء أعمام؟ فلنقم حفلا في المساء وندعوهم كلهم كي يحضروا. دينج، لا أريد سؤالك عن ماضيك ولا يهمني هذا في شيء، ولكن أرجوك ثقي بي، سأعاملك بلطف، لن أتسبب لك في جرح، سأفعل كل ما تطلبينه مني. أبي، هذا تصرف غير أخلاقي. يا صعلوك، كيف تقول هذا؟ لم أسرق أو أخطف المال، فكيف تقول هذا؟ لقد سرقت أوراقي. تلك الرسومات سنربح من بيعها، لترسم غيرها نبيعها ونأخذ المال. هذا هو فهمك، لم أنفذ هذه الرسومات بسهولة. هل تعرف أني سهرت شهوراً عليها؟ هيا أرسم على مهلك بالبيت، سأكون في خدمتك. تلك العصا بيعت بآلاف اليوانات، فما بالك بشيء أكبر، شيء مستدير عمود، ها؟ ونكسب ملايين اليوانات. أشعر بأنك تثرثر. اسمع، لن أبيع هذا التصميم. ابني، وقعت عقداً وانتهى. هذا يعود لي، فلماذا توقع نيابة عني؟ قالوا لي وقتها إني أستطيع التوقيع، ها؟ إذا أحضرت توكيلاً عليه توقيعك. ها هو، انظر. أعددت لهذا جيداً. أبي، أنا لم أتخيل، لست لصاً فقط، بل مغتصباً. نان، كيف تقول لي هذا؟ أين هو احترامك لي؟ لا يصح احترامك، فأنت مجرد أناني. وقح! أناني؟ كل ما أملكه ضحيت به لأجلك، 5 سنوات قضيتها هناك، ليس لي منزل، ظللت أعيش هنا. أناني؟ تركت كل شيء، وأنت لا تريد تعويضي عن هذا ولو بشقة حتى. أناني؟ أنت هو الأناني ولست أنا، تلك هي الحقيقة. عدت لأرد لك الجميل، لكن ليس الآن. ولكني أريد رده الآن، أيمكنك؟ لكنني ليس معي مال لأشتري لك شقة. هذا سهل، خذ، أنت توقع هنا فنحصل على مقدمها. أنا لن أوقع، مستقبلي سينتهي إن وقعت. مستقبلك، أنا أشجعك لتحقيق هدفك، وأنت مقابله لا تضحي لأسرتك وأبيك. أبي، لن أوقع شيئاً ولن أضيع مستقبلي، لأن طلبك لا يليق. أنت لست باراً، ضاعت تربيتي، استمع إلي، وقع وإلا أنا بريء منك حتى تنتهي حياتي. إذن أنا لن أحضر لك الشقة. أنت هاي، لما كل هذا الشجار؟ سمعت صوتكما من الخارج، أخبراني ما بكما. أبي،
أهلا بك يا أبي، ذلك أمر بيننا، نسلي بعضنا بالشجار. ها؟ لمن هذا المال؟ سرق كل رسوماتي، باعها وحده ليشتري الشقة. هل هذا صحيح؟ ها؟ نعم، ولكن يا صعلوك، تحولت حقا إلى لص؟ يا أبي، أتضربني وأنا بمثل عمري هذا؟ أجل أضربك. ها؟ أخبرني ماذا ينقصك؟ أي شقة تريد؟ أصابك جنون المال؟ أبداً، أنا أريد الزواج طبعاً، ولا أريد أن أتواكل عليك بعد الآن، أبداً. أي تواكل؟ أليس لدينا هذه الشقة؟ ثلاث غرف، إحداها لي، والأخرى له، والثالثة لك ولزوجاتك معك. نحن كنا نريد أن نعيش في شقة ما. أتحسب نفسك صغيراً؟ أبي، حديث الزواج، يتزوجون في شقة منفردة، هل من في مثل سني يعيش على حساب الآخرين؟ هل تحسب نفسك حديث الزواج حتى تهتم بالتفاهات؟ لا يهمني شيء، هي لا توافق على ذلك. حقا إنها امرأة طماعة متكبرة. ماذا ستفعل؟ انتظر، سأرد المبلغ وألغي العقد. انتظر. انتظر أنت. هذا المبلغ هو كل ما أملك يا أبي، لن يأخذه ويخرج. إياك أن تفكر في الخروج، سيكون ذلك على جثتي. يا أبي، أنت بذلك تدمر حياتي. أتبكي؟ أنت لست طفلا. توقف. ماذا؟ لن تبيع؟ يا بني، لقد تم توقيع العقد، لما غيرت قرارك؟ لقد وقعه أبي بدون أخذ موافقتي، هذا التوكيل غير فعال. خذ مالك واحذف تصميمي ويلغى العقد، ونتفادى أي خسائر. نتفادى خسائر؟ لابد أنك تمازحني، لا شك. وضعت كثيراً من الموارد المالية والبشرية في هذا المشروع، وقد تم وضعه كمخطط ذي أولوية بشركتنا. تريد مني إيقافه؟ أية خسائر سأتفاداها؟ استمع إلي يا بني، من مسؤول عن هذا؟ إنه والدك، يجب أن يتحمل مسؤولية ما فعل. إذن عليك أن ترفع قضية ضد والدك إذا أردت استرجاع حقوقك. تعلم إذن أن والدي لا يفهم ما فعله، اتفقت وقريبتك على خداعه لسرقتي. احفظ لسانك وحاذر مما تقول، هل لديك أي دليل؟ شيء يثبت؟ يا لك من شخص وقح. لن يساعدك سبي أبداً، لكن لأجل أختي يمكنني التنازل إن أمكنكم تعويضي بمبلغ إضافي أحدده من المال، أفكر حينها في فسخ العقد. كم المبلغ؟ زد عليه 150. ماذا قلت؟ لما لا تعمل بالسرقة؟ إن هذا المبلغ لا يعد نقوداً، لكن اسمع جيداً ما سأقوله. 3 أيام لك، إذا لم توافق أنهي الاتفاق، تستطيع رفع دعوة. قد قلت من قبل، عصا المشي هي فأل سيء لك، هي شؤم. إن أول من عرج عليها كان أنت. يا أخي، لا داعي لسخريتك، وساعده، إنه يبدو في مشكلة. أنا لم أتوقع أن يفعل أبي هذا بسبب تلك المرأة. هذا المشروع هو رأس مالي، والآن ضاع. ليس الأمر بهذا السوء، براءة الاختراع هي ملكك، والتوكيل ليس بتوقيعك، فهو غير صالح من الناحية القانونية. لكن ما قاله الرجل صحيح، والدك قد أخطأ، فكيف يمكن أن يرفع دعوى ضد والده؟ ليس أمامك إلا أن تخدعه أنت أو يخدعك هو. الحل هو أني سأدفع المبلغ، فإني لن أفرط في اختراعي. المشكلة في إحضار المال.
لا أملكه. أنا أملكه. إذن أعطني المال وسأرده بفوائد مضافة. إن لم تصدقني أكتب إيصالاً. أريد مساعدتك، لكنني تركت عملي لأجرب كل ما لم أجربه في هذه الحياة مستنداً على هذا المبلغ كسند لي. إذن لهذا السبب أنت لست قلقاً. كنت أتساءل كثيراً حول هذا. مهما كان يجب الاستعداد. فهمتك، هذا المبلغ هو رأس مالك ولن يمس. لا عليك، سأفكر في حل ما. أخي، إن هذا المبلغ ليس مبلغاً هيناً، وإذا اشتريت شقة فنصفها لك. إذا كان الأمر قد تدهور، لنجري محاولة أخيرة. وافقت على البيع. حقاً؟ هل توافق على البيع حقاً؟ فكرت ملياً. في واقع الأمر تعبت كثيراً، الآن يجب عليك أن تسعد. أيها الصعلوك، لقد أخطأت. كان علي إخبارك أولاً، لكني أعتذر لك. لا مشكلة، لا ألومك على أي شيء. لولا ساعدتني لما تمكنت من بيعي. بني، تفكير جيد وأنا سعيد. أبي، هناك شيء أريد أن نناقشه. طبعاً، طالما في استطاعتي. أريد التوقيع على عقد جديد. أنت وقعت نيابة عني. إذا حدث أي شيء تقع المسؤولية عليك. إذاً ما أريده هو عقداً بتوقيعي. هذا سهل، وقع أنت والمدير عقداً جديداً. ولكن تشاجرت معه من قبل. إنه لن يعاملك بمثل معاملتك. اسمع، سأحدد أنا موعداً، تدعوه للغداء على سبيل الاعتذار. أيناسبك هذا؟ أجل، هذا مناسباً. صعلوك. سيد ليانغ، لم أفهم الأمر من قبل. وأستسمحك أن تعذرني. هيا 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 هيا، تفضلوا. في صحتكم. هيا نخبكم. هذا العقد وذاك الذي وقعته من قبل مع والدك، وعقد جديد لك، وتحويل ملكية براءة اختراع وبيان إلغاء ملكية براءة اختراع. أعددتهم جميعا لك. هيا وقع، يمكنك أن تطلع عليهم. كل شيء جيد. ها؟ أجل. حسناً. ها؟ توقفوا. من عندهم؟ من عندهم؟ اصمت. لماذا أنت تمسك بها كذا؟ أنت تعالي. ما الأمر؟ أنا. هيا. ما الذي تفعل؟ لا تخرج، فلتبقى هنا. سأخرج أنا. ادخلي ادخلي. لا تدفعني. حساء سيء، ينقصه ملح. أخبروني، من أنتم؟ لا يهم من أكون، ما يهم هو ما أفعله. لا تفعل. مزق العقد. إذا سمحت قم بحذف التصميمات، وقع على فسخ العقد، وبعد ذلك ننتهي. حسناً؟ أتجرؤ على خداعي؟ خدعت أبي سابقاً، عين بعين إذن. أتظن إحضار ثلاثة بملابس سوداء ونظارات سوداء سيخيفني؟ لستم مافيا، حتى إن مزقت العقد لن أحذف التصميمات. أنا عندي نسخة احتياطية. اسمع لي يانغ، انظر جيداً. هذا ملف براءة الاختراع، يتضمن طلب أحقية، صور وتعليمات عن التصميم، وكل المستندات التي تحمي الاختراع. وأحذرك برفع دعوى ضد شركتك إلى أن تفلس تماماً. واحذر، لأنني سأراقبك دوماً. سيد ليانغ، هل سمعت جيداً؟ هيا سيد ليانغ،
سأعطيك دقيقة لتفكر جيداً. إذا فكرت جيداً، توقع الإلغاء. أما إذا لم تفكر جيداً، حينها سنبقى ونفكر حتى تقتنع تماماً بالتوقيع. إنما أنتم مجموعة من اللصوص. ماذا يحدث؟ ومن هؤلاء؟ وهل أدري؟ أعرف صوتهم، أعرف صوتهم. ربما. ماذا؟ ربما. من هؤلاء؟ إن ذهني مشتت. مللت. خمسة عشر ثانية. انتهى. هيا. لا لا لا، انتظر أخي. يا أخي، أخي، سأوقع، سأوقع. ها؟ نخبك. أخي، أديت دورك ببراعة. دفعت الباب ودخلت وجلست ودون أن تنطق جعلت اليانغ يرتعد هكذا. كنت أقف بجواره ورأيت يده ترتعش حقا وكنت أضحك. هو أتى، أتى. ماذا بك؟ ميلي، اسمعيني. ميلي، انتظري. كاذب. أبي، هل أنت بخير؟ هل أنت مسرور بهذا؟ نان، حققنا ما أردنا لك، لكننا أذينا أباك جداً. جداً، أنا أذيته. أخي، مهما حدث، إني أشكرك. دون مساعدتك تلك، لما استرددت حقي. ها؟ اشكرني أنا كذلك. أنا أحضرت الملابس والنظارات. أشكرك، وأشكركم جميعاً. أخي، قل لي، هل سعينا هذا والطموح شيء خاطئ؟ ماذا؟ ليس خطأً. إن كان لديك طموح في الحياة، عليك أن تسعى وراءه حتى يصبح حقيقة. عند سعينا وقتالنا، من الذي سيحبنا؟ هذا ما يقلقني. أنا الآن ليس عندي ذلك التخوف. أقول لك، ستشعر بذلك قطعاً. أغلق فمك أيها الأبلة. متعرضة! هيا! يتان، سامحيني. انشغلت بالأيام الماضية. لا عليك، كل شيء بي أخبرني به. خفت أن يكون بسببي تتعطل أمورك. أبداً. نان، سمعت بشجارك مع أبيك، هل هذا ممكن؟ أتذكر في صغري قال لي أبي ذات يوم إنه مهما كبرت سيظل حضن الأسرة هو القوة التي ستدفعني للأمام. برغم انفصالي عن أمي منذ صغري وبعد برود المشاعر، إلا أن حبهما لي لم ينقص أبداً يوماً. لذا صدقني، مهما أخطأ والدك هو يحبك بالتأكيد، فلا تجرح من يحبك. افهم ما أقوله جيداً. حسناً. ما العمل؟ أردت أن أخرج. لا عليك، عندما تأتي ثانية سأكون معك. يمكنك أن تأتي أيضاً وإخوتك لزيارتي في تشانشان. حسناً،
سنأتي بالتأكيد. اتفقنا. نان، كن دائماً موفقاً. ستنجح. خالتي، لماذا أتيت؟ تشوان، قد وجدتك أخيراً. هل تريدينني؟ أجل، أريدك. لنجلس إذن في مكتبي. حسناً. إيه، أنت لا تعرفين أن هؤلاء الصعاليق مهما قمت بسؤالهم عنه فإنهم لن يخبروني أين هو مكان دونغ. لقد أيقنت أخيراً أنهم سيبقوا هكذا مهما مر العمر، يخفون كثيراً. لقد فقدت الشهية ولم أعد أنام. أفكر ليلاً ونهاراً، لم يعد بيتنا كما كان، لقد أصبح كئيباً. انظري لعيني، الهالات حولها. نومي قليل، هذا مجهد جداً. خالتي، تريدين شيئا؟ تشوان، أنت فتاة جيدة. أخطأ ابني بالانفصال عنك، سيفتقدك. بحثت عنه كثيرا، ليس عندي سواك، لذا جئت أسألك إذا كنت تعرفين أين أجد ابني فاخبريني. إني أرجوك يا ابنتي أن تخبريني الآن أين أجد ابني. أخبريني، إنني أتوسل إليك. أرجوك يا ابنتي أن تقولي لي، سأركع حتى تقولي لي أين ابني. كلا 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 خالتي، سأخبرك، اجلسي أولا. أخبريني، أخبريني. لماذا لا يجيب على اتصالي؟ مرحبا، ما عدد الأفراد؟ فرد. تفضلي بالداخل. جئت لأبحث عن شخص. من الذي تبحثين عنه؟ دعيني، سأبحث عنه بنفسي. من الذي تبحثين عنه؟ دعيني أساعدك. هل علي أن أخبرك بكل شيء؟ لا تسيري هكذا معي. سيدتي، الدخول للموظفين فقط. سألقي نظرة عليها، انظري، لا أبدوك لصة. لم أقل ذلك، لكن لا يسمح بدخولك هنا. أيتها الفتاة الصغيرة، لما أنت عنيدة هكذا؟ كلا. أفسحي. أمي؟ بني، ما الذي ترتديه؟ هذا لا يليق بك، فلتخلع. أنا أعمل هنا وهذا زي موحد. أعرف أنه زي موحد، ولكن هذا لا يليق بك. امشي معي. إني أعمل، إذا أردت التحدث انتظريني. اسمع، دع هذا الطبق وامشي معي. بني، أتترك عملك لتعمل نادلاً هنا؟ ألا تخجل من نفسك؟ أنا أخجل منك. عملي ليس مخجلاً. إذن أنت يا بني لا تخجل حقاً. هيا امشي معي، سنعود معاً. حسناً، فلتأكلي شيئاً ونتحدث بعد العمل. دعيني. هيا اجلسي، اجلسي. لن هنا. أجلس، لم آتي هنا لآكل على حسابك.
ما كل هذه الفوضى؟ لا أصدق، هذا مكان مناسب لتناول الطعام؟ هذا هو المطعم الخارجي. لا خارجي ولا شيء، حتى لو حلقت في السماء ستظل نادلاً. هيا امشي، عد إلى المنزل معي. أمي أرجوك لا تجلبي المشاكل لي. بني، ماذا تريد؟ تركتنا منذ شهر حتى الآن، أفكر فيك كثيراً، لا آكل أبداً ولا أستطيع النوم، أقلق عليك وأموت رعباً. أمي أرجوك دعيني. ألا تريد أن ترى أمك بعد الآن؟ انظر لنفسك. ها بني، إني وجدتك ولن أتركك ثانية. هل ستعود معي الآن أم لا؟ كفاك حقاً يا أمي. أترفض أن تعود مع أمك؟ ها؟ لا. ابني، 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 أرجوك عد معي للمنزل. أمي ما هذا الذي تفعلينه؟ كيف عدت لهذه الحيلة ثانية؟ يا بني عد معي. يا إذا لم تعد معي سأجلس هنا. بني، إني أتوسل إليك. أيتها العجوز، هل تتظاهرين بالجنون؟ ولدي، إني تنازلت عن كبريائي، إذا لم ترجع معي سأظل راكعة هنا ولن أنهض. ماذا تريدين؟ هيا تكلمي، تكلمي. هيا اخلع ملابسك تلك. حسنا. ها خلعتها، حسنا هيا انهضي. يا بني عد معي إلى البيت. حسناً سأعود معك. ابني، ماذا تشاهدون؟ هل أنتم في سينما؟ ابني خذني معك. أحضرت الطعام، تناوله ساخناً. سأذهب لأطهو بعضاً من هذا يكفي لنأكل. حضرت هذا ليتسنى لابني أكله. أيمكنك أن تأكل فقط؟ لا يحق لك إبداء الرأي، كما أن هذا النوع بحشو الكرفس واللحم، أما القادم بحشو اللحم، وهو يحب الاثنين، أليس كذلك؟ يا بني، أجل تفكيرك، ولتأكل أولاً، هيا. أبي، أعتذر عن القلق. لن آكل، شبعت. لتأكل، إن لبدنك حق. قد تستاء نفسياً، لكن حافظ على صحتك. عن تجربة شخصية أخبرك. الآن خذ هذا اللحم الذي تحبه، هيا كل، كل. ها ماذا هناك؟ ماذا حدث له؟ ها؟ بني، بني، هل أنت بخير؟ دعيني وشأني، لا تطرقي الباب هكذا. بني، هل تؤلمك معدتك؟ سأحضر دواء للمعدة. بني، هل أحضر ماذا دواء؟ ماذا ماذا؟ هل يمكن أن تتوقفي عن الطرق؟ لا شأن لك، ستقتلينه بضغطك عليه هذا. كيف أصبحت مخطئة الآن؟ اهتم، لم أخطئ بشيء، لم أخطئ بشيء. هيا هيا يا بني. بني، بني، ماذا تفعلين؟ سأنام خارجا بالصالة. السرير مريح، لمن الخارج؟ سأراقب الصالة حتى لا يهرب منا. هذا ولدك وليس لصا. حقا ليس لصا، ولكنني لن أدعه يهرب أمام عيني. سأقول لك،
ونحن عائدان اتصلت بوو ليعيده لوحدته. طلب مني إحضاره في صباح الغد. إذا هرب مرة أخرى ماذا أقول للرجل؟ قد عاد منذ قليل، لما كل هذه المشاكل؟ فلتصمت الآن. أمي، ها؟ ماذا تفعلين؟ سمعنا تحذيراً بوجود لصوص بالمنطقة وطلب من السكان توخي الحذر. علينا الانتباه. سأنام هنا، ها؟ أتخشين أن أغادر؟ تخافين أليس كذلك؟ ابني، لتنم مبكراً، ستذهب لعملك. أمي، إيه؟ دعيني، هذه المرة سأركع لك. إذا كنت تحبينني دعيني وشأني، دعيني أخطر ولو مرة. أمك تحبك حقاً، لذلك لن أتركك تضيع حياتك. هل فكرت سابقاً؟ إن لم أسر مثل ما اخترت، فإني سأحزن فيما بعد، ولن أحيا المستقبل، وسأندم بعد ذلك طويلاً. وتقديم المأكولات، هل هذا سيسعدك؟ هذا ما تريده؟ هذا مستقبلك؟ لن يكون هذا عملي لمدى الحياة يا أمي. دونغ، ركبة الرجل ذهب، قف وتحدث. قلت لك قف وتحدث. لماذا اخترت أن أكون نادلاً؟ لأنني أردت أن أجرب هل أستطيع الاعتماد على قوتي لأداء عملي أم لا. كنتم دائماً تخدمونني، والآن أقوم أنا بخدمة المجتمع. دونغ، علمتك منذ صغرك، من يعملون بعقولهم هم من يحكمون. قمت وأمك بتربيتك حتى دخلت الجامعة والتحقت بوظيفة مدنية مريحة لتتجنب الأعمال الشاقة التي يعتمد عليها غير المثقفين. لكننا نشكل مجتمعاً يفرط في قوته البدنية، كيف لا نستخدم قدرة وجدت لنا؟ لما لم أتزوج؟ لأنني ليس لدي القدرة على فعل أي شيء. بني، بالنسبة لأعمال المنزل فأمك ستؤديها، أو نوظف شخصاً يؤديها. أنت حقاً لم تفهميني يا أمي. بني، أنا لا أفهم فعلاً حقيقة ما بك، إنما أعرفه هو الطريق السليم. إن عدت إلى عملك فلن أتدخل في حياتك وفيما يخص حياتك المستقبلية. فهل توافق؟ إني أريد الخير لك وأعرف ما يفيدك، أليس كذلك؟ إنني قد استقلت ولن أعود. هل أنت تريد أن تقتل أمك؟ أعطيني سنة، سنة واحدة فقط. إن لم أثبت ذاتي وأثبت قدرتي سأعود للعمل في الحال على مكتبي هناك. حسناً، سنة فقط. يا بني، إن لم تذهب غداً سيضيع عملك، قد أضعت وقتاً طويلاً بلا أي فائدة. هذا ما تخطط له؟ لما كل هذا يا بني؟ حسناً، طلب دونغ هذا معقول، وافقي ولننهي هذا الآن. أسمعت ما يقول؟ أغلق فمك، لا تأبه له، دع هذا الموضوع. وأما أنا فلن أدعه، لأن هذا هو ابني، لن أتركه يلقي بنفسه في حفرة نار. دونغ، اسمعني جيداً، لا تعد لعملك، لكن ابقى بالمنزل، لا تغادره في كل الظروف لأي شيء. ولكن سأحضر لك الطعام حتى غرفتك. اسمعيني جيداً، أنت امرأة متسلطة مجنونة. أنا أقوى منك أيها النفاية. من هو النفاية؟ أنت. أنت مجنونة. نفاية. أنت متسلطة. أنت شخص عجوز النفع. أمي، حقا لن تعطيني سنة واحدة؟ إن هذا من أجل مصلحتك. حسناً، سأعود إلى العمل. هل تقول هذا حقاً؟ وماذا أفعل غير هذا؟ ها
هل قال سيعود للعمل؟ ماذا؟ قال! لماذا تصرخ؟ سيعود حقاً إلى العمل؟ سيعود حقاً إلى العمل؟ المدير وو، شكراً لك، أزعجناك كثيراً بهذا الأمر، أدعوك لتناول الطعام معي. لا داعي أبداً، إنه حين يتعرض الشاب لحالة نفسية فإنه يفيق منها مرة أخرى ليعود لعمله نشيطاً. أجل، دونغ، أشكر المدير وو حالاً. المدير وو، شكراً لك. حسناً، اذهب لعملك. حسناً. يا سيدتي، ماذا؟ عودي أنت لمنزلك، ابنك عاد أخيراً، يمكنك أن تستريحي. أنا سأنصرف الآن، اعذرني، أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. وداعاً. أراك لاحقاً، أتمنى ألا يحدث. بهذا الشكل فمن ناحية نستطيع أن نتأقلم مع هذا المجتمع بشكل جيد. ومن ناحية أخرى نجعل أنفسنا أكثر سعادة. أنت تقصدين أن السياحة غيرت وجهة نظرك؟ أجل، هذا هو ما أقصده، وهو ما أردت قوله. فأنت عندما ترى... لما جئتي؟ لا شيء يشغلني عنك، افتقدتك. هيا نتحرك. حسناً، اتركه لي. أبي، سأذهب إلى العمل. انتظرني، سأتي معك. انتظر. أمي. مرحبا، هل انتهيت؟ نعم. اشتريت لك هذه، كلها. لست جائعا. هي ساخنة، كلها هيا. شكرا.
ألا تنامي في الخارج؟ سأنام هناك. هي، أريد أن أسألك عن شيء. ها، اسألي. ألا ترى أن ابننا قد تغير قليلاً؟ دائماً ما تعاملينه كأنه مذنب، أيصبح طبيعياً؟ أنا أحذر فقط، ماذا أفعل لو رحل؟ لقد مضى أسبوع أو أكثر ودونج لم يفتح فمه للحديث معنا. لم يكن من قبل ثرثاراً. هدوءه يقلقني لدرجة الخوف عليه، أخشى أن يمرض إن بقي صامتاً. هو حزين وأيضاً محبط جداً، ألا تعرفين؟ توقف عن الفلسفة، لا أفهمك. وماذا تفهمين؟ قل لي ما الذي تعنيه. هل يمكنك منعه إذا أراد الرحيل؟ دونج هو ابن بار، يخشى عليك من أن تحزني إن هو غادر البيت، لذا عاد ولن يغادر حتى لو فتحت الباب على مصراعيه. لقد رضي بالواقع وسلم. أدرك أنه حزين وربما يكرهني، لكنني أقبل هذا. قد لا يحبني يوما ولا يرضى بي، لكني أحافظ على مستقبله. عمل جيد، كان عليه أن يعود، واستسلامه كان قرارا جيدا، إنه بلا شك كان حقا في مصلحته. هي تشيوان، إذا وافقت على عودتهما معا سيكون هذا أفضل كثيرا، سيعود كل شيء. هذا شيء رائع ومميز. هيا سأذهب. لا تعودي للسرير. على الرغم من كلامك لا زلت قلقة، بعد قليل قد أطمئن. كما ترغبين، أنا أنعم بالسرير بمفردي، هذا مريح. إيه، تحلم. أنا لم أتعمد إخبارها بمكانك. لا عليك، أي شخص سيفعل. ماذا ستفعل في الفترة القادمة؟ هل ستستمر في إرجاع شبابك؟ أنت؟ هذا مفزع جدا. أخي، لنغادر معا ونبني مشروعا خارج بكين، ما رأيك؟ في سني هذا ولم أبرح بكين، بل لم أبرح مشفى ولادتي. أريد أن أخرج لأرى حقيقة الحياة، أرى منظوراً آخر يثقل خبرتي.